بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي نرن الاندرويد ستوديو بقى ونبدأ نعمل ايه الاوبشنز اللي هناخدها في اول بروجكت نكريته. انا هاجي من ستارت واكتب طبعا في السيرش كده اندرويد، قال لي الاندرويد ستوديو وترو مظبوط، هيبدأ يفتح الاندرويد ستوديو بتاعي، هيعمل لود. طبعا احنا عايزين نعمل نيو بروجكت للاندرويد وناخد شوية اختيارات، خد بالك برضو الانترنت يكون شغال لان برضو هننزل شوية حاجات. فاختار ستارت نيو اندرويد ستوديو بروجكت. لما يطلع لي هيقول لي الاول انت عايزه للتليفون، للتليفون والتابلت، ولا عايزه للورابل ووتش، للتي في، للي مش عارف ايه. الفون تابلت عايز بقى بيزك اكتيفيتي، عندك امبتي اكتيفيتي، مش عارف اكتيفيتي يعني شاشه. فانا اخترت الامبتي، عايش فاضيه بس دلوقتي. قال لي طب سمي اسم البروجكت بتاعك، قلت له مثلا وليكن البروجكت بتاعي اسمه ويلكم اب. قال لي في باكج نيم عشان نبقى بعد كده الحاجات دي متقسمه جوه فولدرات، والباكجز دي طبعا احنا عارفين يعني ايه باكج اساسا في لغه البرمجه. فقلت له كوم دوت اندرويد دوت ويلكم اب. طب هسيب البروجكت ده فين؟ قلت له لا انا هغير المكان، فاروح اختار مكان بقى اكون محدده وعارفه وحاطط فيه البروجكتس بتاعتي. فانا مثلا هختار على او زي ما انت عايزه في المكان اللي انت عايزه يعني. فانا هختار على الدوكيمنتس واخش في بروجكتس وهعمل نيو فولدر، كليك يمين كده ونيو فولدر، وهقول له مثلا انا هعمل هنا الاندرويد بروجكتس مثلا، ويبقى ده الفولدر بتاعي اللي بحط فيه البروجكتس بتاعت الاندرويد مثلا وخلاص. فقلت اوكي. تلاحظوا حاجه كمان، قال لي هتشتغل كوتلين ولا جافا؟ احنا هنشتغل ان شاء الله كوتلين. قال لي طيب المينيمم اي بي اي ليفل يعني ايه؟ يعني الاوبشنز اللي هتبقى متاحه لينا ان احنا نعمل يعني ما نقدرش نتخطاها، يعني دي اقل حاجه عشان تقدر تاخد اكبر حجم من السوق. اكبر حجم من السوق يعني ايه الكلام ده كله؟ يعني انا لما بختار مثلا اي بي اي رقم 15 اللي هو اندرويد 4 اللي هو ايس كريم ساندويتش، ده الليفل. خد بالك بقى من المسميات دي كلها، دي معناها انك بس تقريبا بتاخد كل اللي في السوق، لان دوت انت واخد جايب فيرجن قديم جدا. طب لما اجي اختار مثلا اندرويد مثلا كيو او باي او اوريو او مش عارف ايه، كل واحد على حسب. طيب ايس كريم ساندويتش هتلاقي ان انت واخد اول واحد اللي هو اي بي اي فيرجن 15، وواخد قد ايه من السوق، هو عامل لك الاي بي اي ليفل عشان رقم الاي بي اي ما حدش يبقى تايه، والفيرجن بتاع الاندرويد واسمه ايه، يعني فيرجن اندرويد واسمه ايه، وادي الاي بي اي ليفل، والكوميوليتيف ديستريبيوشن اللي هو واخد قد ايه من مساحه السوق. وبس المشكله برضو على اليمين هنا بقى يقول لك الايس كريم ساندوتش، دي بقى الاوبشنز اللي موجوده فيه. طبعا هتلاقي اوبشنز قليله، كانت الاجهزه اضعف، كل لسه الامكانيات ما ظهرتش، كانت الديفايسز ما ظهرتش كلها، السنسورز ما كانتش احسن الى اخره. طب اخترت مثلا اوريو مثلا، بلاش خلينا في مارشميلو مثلا. لما ادوس كده على مارشميلو، تعال ندوس على ليرن مور، ده هتلاقي بقى هنا معلمك على ايه، انت هتاخد حوالي 62% من حجم السوق اللي هو اي بي اي 23 فيرجن 6. ودي بقى الاوبشنز اللي بقت متاحه، اوبشنز اكتر شويه، اور اوبشن اكترز شويه طبعا عشان تتحكم. This project will support instant apps. دي ده اوبشن جديد نازل في مع الاندرويد، ان بعض الابلكيشنز اللي ممكن دلوقتي تقدر تنزل على الاب ستور من غير ما تعملها داونلود وتقدر ترن بيها البروجكت بتاعك، لو طبعا امكانياته طبعا بتبقى اقل. فانا سبت من الاوبشنز ودوست على فينيش. تلاحظ اول ما يفتح معاك خلي الانترنت كويس وما تلعبش في حاجه، لانه فعلا بيداونلود لسه حاجات تانية. اللي بيداونلود دلوقتي حاجه اسمها الجرادل، هنلاقيها كلام معانا كتير جدا قدام وهنفسر فيها ان شاء الله. فانت مفترض تدي له الايه الوقت بتاعه، لو طلع لك اي سكيورتي اليرت ادي له كله الاو الاكسس عشان يقدر ايه يشتغل، لو كان في اي حاجه في الفاير وول او الانتي فايروس بتاعك قفشها خليه يسمح له، وسيبه يداونلود تحت، ما تلعبش في اي حاجه، حتى لو طلع لك شويه ايرورز سيبه لغايه ما يخلص. هتلاقي في تو بروسيس رانك او اكتر على حسب سرعه الانترنت وحسب الحاجه اللي بينزلها. هتلاقي ادي الايه الابديتس اللي عمال ينزلها والفايلز عمال ينزلها، قال لك انا نزلت كله، طالما لسه في حاجات في الخلفيه في اول مره تفتح اديله فرصته. خلاص هو خلص كده، قال لي كل حاجه تمام، وقال لي كل حاجه نزلت، الديمون ستارت اب والحاجات دي كلها، وقايل لي مفيش عندي بروسيس في الخلفيه، وادي الفايلز بتاعتي في البروجكت ستراكشر، في حاجه اسمها المين اكتيفيتي وكاتب لي فيها شويه كود، وات از نيو، شويه معلومات جديده، ايه الجديد في الفيرجن الجديد ده، وشويه معلومات. سيبها دلوقتي، هدوس كده الحته اللي انا دوست عليها ديت معناها خفيه على جنب دلوقتي، وده الكود بتاعنا بتاع الايه الكود بتاع الاندرويد. قبل ما ابدا اشتغل تعال ان شاء الله نشوف الحاجات اللي باقيه في فيديو تاني.